اسمي محمود فاروق، عندي 29 سنة، أنا خريج هندسة أخبار اليوم. حاليا انا مستني ادخل مجال الامبيدد سيستمز. والله عرفت ان في مسابقه روبوت وكده، فانا بحب اصلا قصه الروبوتكس والامبيدد سيستمز وكده. فانا واخويا الصغير هو مهندس برضه ووالدي مهندس، فاحنا الثلاثه عملنا تيم وابتدينا اشتغلنا في الروبوت. الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا حاجه كويسه الحمد لله. احنا دخلنا ثلاث راوندات الحمد لله، كسبناهم الثلاثه يعني. مجال فظيع الصراحه يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده واعرف ادخله يعني. اشتغلت في المجال ده؟ لا لسه، بس انا بحاول اهل نفسي عشان ادخل ان شاء الله المجال ده. والله انا بحاول لو شفت اي بروجكت من اي نوع بحاول اعمله، حتى لو مش معايا الهاردوير يعني بعمله سيميوليشن. والحمد لله يعني، حتى يعني لما بكون حاجه عايز افهمها قوي بحاول اذاكرها لوحدي واشرحها لحد. كان من اول الناس دي اخويا الصغير يعني، هو لسه داخل هندسه السنه دي، هو في اعدادي وانا قعدنا نشرح انا وهو، شرحنا الامبيد سيستمز كله من اوله لاخره مع بعض يعني. فالواحد لما يذاكر حاجه ويشرحها بيفهمها اكتر يعني. والله احنا اول حاجه خالص رسمنا الدايره انا واخويا برضه، وقعدنا عرفنا بالظبط هنعمل ايه الدايره من اولها خالص، هيمشي ازاي، كام سنسور، وقعدنا رسمنا المجسم نفسه، عملناه بالكرتون. بعد كده ابتدينا نشتغل على يعني بعد ما اشتغلنا على الكرتون عملنا البادي نفسه. بعد ما عملنا البادي اشتغلنا بقى على الكهرباء، عملنا اول حاجه خالص السنسورز شغلناها كلها. بعد كده عملنا المواتير. بعد ما خلصنا كل الكلام ده عملنا حلبه، عملت حلبه حاجه بانر كده في البيت، وقعدت اجرب عليها بقى كل حاجه. الحمد لله عملت كمان في الروبوت نفسه، عامل له يعني ابتديت اعمل له تيستنج قبل ما اعمل له اصلا اي حاجه يعني. لو السنسور شغال عملت له برنامج تيستنج يعني. انت لو تقدر تبص كده هتلاقي اول حاجه تقدر تختار هنا من الاوبشنز ان انت عايز تخش باستراتيجي، انا عامل كذا استراتيجي العب بيها. وفي كمان تيست، التيست ده لو انا اخترته يعمل لي تيست كل حاجه، ممكن تيست العجل، تيست المواتير، تيست السنسورز، تيست كمان السنسورز اللي من تحت. وفي كمان احنا عامل سويتش من تحت عشان لو حد رفعه او حاجه زي ده كده، تقدر تيست كمان الشافل ده عشان يقدر ينزل ويطلع بالسيرفو موتور. بعد كده ابتدي اشتغل بقى على الاستراتيجي يعني. بعد ما كل حاجه بقت شغاله تمام ابتدي اشتغل على الاستراتيجي، يعمل ايه، يتحرك ازاي لما يشوف حد مثلا على جنبه يمين وشماله، لو حد داخل عليه يعمل ايه، كل الكلام ده. عايز اقول لك انه عدى فلوس المسابقه اصلا، عدى المكسب، عدى فلوس المكسب يعني. بس الحمد لله يعني. هو انا بالنسبه لي والله ان انا اتعلم حاجه انا واخويا احسن بكتير يعني. المكسب الحقيقي ان احنا اتعلمناه، ان احنا عملناه، فاهم؟